يا من خيركن الله بين جمال وزهو الدنيا أم في بيت فيه رضاه فاخترتن الجنة محيا. يا من خيركن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن قصة الحجرني موضوعي أنه مقعدرني نساء لم يعلم مثلهن في التاريخ. أنا كقهد ليني أمهات المؤمنين حصصك نبي عليه الصلاة والسلام سكوبا، وحن قهد ليني نصب كوضا يا فضائش هذا ينسيكو من وجه الليل. وصيرة عطرة هذه ذو عرفيسة وضمرك نبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات كها إلى هيو الطهير سبحانه وتعالى أنك جه الليني سيرة هذا أنك جه اللينوي سيكو. وحنا سوق جارني أمانتا هي جلسة أنا كجاه اللينا جلسة أنا أه جلسة دي لبيه تبناد. وحنا سوق جارني أن كجاه اللينا نبيه عليه الصلاة والسلام جبدي أي دشاي إدريس دولا لو جبدواته جبدا سواته جبدا كم إذا حصص كالنبي عليه الصلاة والسلام كم إذا النبي عليه الصلاة والسلام نأدريس أي دشاي جبدا يذواته جبدا سنسوق جارني أنك هلينا. طبعا وأنا إسلامتي تضباط النبي عليه الصلاة والسلام ونكاح كحروي صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة والأخوات، جبدا وجبدا أروس كذي وكسود دقي حكم كعظيم كأه الشرف كوه جبناها مسلمات كشرف كوه حكم كأه حجاب كه جبدا صواحدي أروس كذي إلهي سبحانه وتعالى وكسود دجيوي وشرف إلهي سبحانه وتعالى جبناها مسلمات كأردن أوسيي. الله نهدي وحلي تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فلا تعقلون. إلهي وحيدين سودجي كتاب وكتشره كتابك قديه ساوح كتشره ذكركم شرفكم وقيمتكم وكرامتكم شرفكين يقيمهين يكرامذين أردن كتابك سيكو إذي شهي. وحشرف قبلها مسلمات كوه حجابك عظيمك إلهي سبحانه وتعالى وسودجي اتشركوه ذا إني قريان دولا لو قبلها مركا أروس كذي سواحدي أروس كذا وحومك عظيمك سودجي إلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام نأدديس أيضا شيء قبلها واته قبلها وزينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها. نصب كذا وحي رانس يردل تاقنا زينب بنت جحش ابن الرئاب أو ابن الرباب ابن يعمر الأسدي رضي الله عنها جودة ويا زينب رضي الله عنها هو يذيد حلديه تري أميمة بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم هو يذيد أميمة لدهي النبي عليه الصلاة والسلام إددي سوينه إسلام كان مينا سوغار النبي عليه الصلاة والسلام وقر سدي زينب رضي الله عنها وقر سدي سنتك شناد هجري ينبي عليه الصلاة والسلام وقر سدي مقال هذا مدينة ينكو قر سدي صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا إسلامتي التدباد النبي ونكاح كحرة
صلوات ربي وسلامه عليه. زينب رضي الله عنها من سادات النساء دينا وورعا وجودا، وحي كم إذا دمرك محوها سيد يالكها حق دين قط حق دينهان يورع يجودك يدقس النمضة سلان وحيه كهر مرطي أيه زينب رضي الله عنها. زينب بنت جحش مناقب تهذي فضائش هذا وحكم إذا هدان تابنا أنا قونا نسوكو بينين إلين دمر كي كلاو حنقوسو ودن إي يرون بان كتابان إيني سيمحوها سيقود ضد كي مارك تاي أي أفهمان مناقب تهذي فضائش هذا وحكم إذا زينب رضي الله عنها أنها من المهاجرات دمر كي هجرو ذي إلهي درتي وهجرو ذي دين توذى اللعرري مكة المكرمة كي هجرو ذي مدينان وهجرو ذي كمدهد رضي الله عنها جردن ودكتهم فضلك إلي ذهي عند الله تبارك وتعالى. إذن وعي كمته دمر كي هجرو ذي إلهي درتي وهجرو ذي سبحانه وتعالى. وحفظ إيش هذا كمدة زينب رضي الله عنها حاسسك النبي أنا إيلاد يرتهي سلان حاسسك النبي كمدة أولو ذاكتنا أين انشرين الله تبارك وتعالى بقوريي من فوق سبع سماوات بونك قوريي من فوق سبع سماوات يكقوري الله تبارك وتعالى النبي وحاوقه الرئي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة أوجه الرئي زيد بن حارثة مركو فري زيد بن حارثة النبي قويل كدي قنشري ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله أتنى الله إليه تبارك وتعالى. زيد بن حارثة مركو فري نبي قدم عي صلوات ربي وسلامه عليه إنه قرص هذا حديو دم عي نبي عليه الصلاة والسلام إنه قرص هذا لقن كتشرين أوها ويل قف أذيك ماركت ويل كديك تي إن هذا سلانت أو جورس هذا جورسين كرين لقن كتشرو أها الله تبارك وتعالى بأمرك جوريي وجورك توليي ب لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الله تبارك وتعالى وتنوليها فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها زيد مركو كجوتا حجيرة وجددي حاجدي سمركو كجوتا وانكو جوري نيبولي الله تبارك وتعالى. في صحيح البخاري وحكيم زينب رضي الله عنها زينب بنت جحش رضي الله عنها إني أفا أنتمي جرتي حاصصك النبي عليه الصلاة والسلام أكلا إني أفا أنتمي جرتي إني ديه جرتي زوجكن أهاليكن وزوجني الله في السماء إني وحا إن قوريي إهلكين إيا أولي ذين إيا ذاتك مسؤولين تنكاها بإني إن قوريي أني أنا وحي قوريي الله تبارك وتعالى يا صمد ما ركت إيجا مهريي يليه جرت زينب رضي الله عنها عد لو ذاك تمشرت أرنك الصقى إنه الله توليي تبارك وتعالى مهر كذا إيا نكاح هذا نبي محمد الله نكاحي عد لو ذاك تضمر كالنبي عليه الصلاة والسلام مجرته وأنا كفى أنتمي جرتي رضي الله عنها. وهذا من فضائلها فضائش هذا وحكم إذا رضي الله عنها وحكم إذا حجابك شرفك أوه قبلها مسلمات كرمانتود شرفك أوه إلى قيام الساعة حجابك أصغه الله تبارك وتعالى صباحدي أيضا عروسك هذا أوهاب إلهي سودجي سبب كان وحوي ولماذا ذي مركي لو فديي ولماذا اللعناي يا رجل الشاكك قبصدين وهلقل أغير عريريه يا شاكك قبصدين قبلنا إيكو نحجرتا النبي عليه الصلاة والسلام وابحي مركو أركي رجل الشاكك قبصدين وعنتظي مركي عنين أين دريرين واسكبحي نبي
خادم كيسي وأنس بن مالك تبين يا حديثك كان ورما يا وحلي النبي كان راعي وحقا ميلها نصو مرمرني وانصو نوقني رقي أوفر ديو سيد وشاكي سنايان أنميد والله بتي النبي عليه الصلاة والسلام هدانا ميلها نصو مرمرني وانصو نوقني هدانا رقي أوفر ديان أنميد مركي وآيات دا سودك تيبوري أنس بن مالك رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث أيد إلى آخر كذا الله وحجر وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن الله تبارك وتعالى وحليه هي مركز وحويدسان إيسان عربي وحلمده ويدست من وراء الحجاب حجاب كجداشيس أنس بن مالك بوحليه رضي الله عنه آيات مركز سودك تيبة ضرب الحجاب وقام القوم حجاب كي الله يلي وداهي بالسيد داي رجنا وابحين بير أنس بن مالك رضي الله عنه هذا ما ركتاي فضلي ذوي إلهي سبحانه وتعالى حق شرعي والشرف مؤمنين لما انتظوا الرق يدومر با شرفوه سيقوني أهاني الدومر كهدنا شرفوه سيقوني أهاني هدنا حاسسك النبي عليه الصلاة والسلام شرفوه إن إلهي أسود جي تبارك وتعالى وفضلي هذا أي تصى يا أرن كاسجة وحكم إذا فضلها زينب بنت جحش رضي الله عنها نبي عليه الصلاة والسلام وحكو أمانا إن إتها إسلام قعن فرن إسلام قعن بضن ودق سنما بضن إن إتها بكو أمانا نبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم وحكي من نبي عليه الصلاة والسلام إنه يري أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا وحير مدى إن كودك دك بدا هليلد أي أنيغا إصوها لشأو جدا شيء أي جيريوت ومدى إن كودك عن دير بيري نبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين عائشة حديث كفصرته وحيتر فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب بنت جحش لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق فكانت أول أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها بوحي ليذها دمرك النبي عليه الصلاة والسلام مركو يري midda in kugu degdeg badan ee aniga ii maaragtay soo haleeli doonta in kugu horgeeriyoon doonta waa midda in kugu gacan dheer markuu nabiga yiri gacmahoodi bay dhudhumiyeen mid walba mid kale gacmahoodi yey dhudhumiyeen intee qaateen muxuu aha wixii wax lagu dhudhumin jiray intee qaateen waxay leedahay markaz Aisha radiyallahu anha Zainab radiyallahu anha yey noqotay islaanta noogu gacan dheer kama aha marka gacantii oo la dhudhumiye waxay tiri Aisha li annaha ta'malu biyadiha gacanteeda yey ku shaqeyn jirtay waxay soo hijirtay muxuu aha xarkaha dufulahay dhabi jirtay wa tatasaddaq wayna sadaqaysan jirtay radiyallahu anha زين مركوا أمهات المؤمنين لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم سلانت أوهر جيريو توي سلانت أوهر جيريو تي حاصسك النبي كدن بيي الصقال كاها سلانت أوهر جيريو توي زينب بنت جحش رضي الله عنها فضائشة وحكم إذا رضي الله عنها أم المؤمنين عائشة وحيلاذا أيضو كور رميسا لم أرى امرأة خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة أم المؤمنين عائشة كورب حنيسة وحليذا هاي معرك إسلام كخير بضن دينت زينب بنت جحش إسلام وخير بضن ما بعرك بيتر إسلام كعبسي بضن ما أرك إسلام كرم بضن معرك إسلام كحريري تام بضن رحم كذي قرابة ذا أن زينب كحريري تام بضن معرك
وأعظم صدقة كالصدقة بحين بضن وذي صدقات كواوين يلبح جرتي مرك أم المؤمنين عائشة وحكوت المانتي زينب بنت جحش إنا يهيد إسلام هذا خير بضن إنا يهيد إسلام عبسي بضن إلهي كبغض تبارك وتعالى إنا يهيد إسلام رم بضن إنا يهيد إسلام رحم كذي قرابة هذا كور هيسو أدو حريريسو إنا يهيد إسلام لبحد الصدقات ووين إسلام لبحد إنا يهيد يكور رنتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أيها الإخوة والأخوات، زينب بنت جحش وحي قريوتي تاريخ دي إسلام كمركة اللواتنك هجرية لواتنك هجرية قريوتي ووقتك هو قانك وهي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أصغى أنا كنت كذي صلاة جنازة أصغى أنا كنت كذي رضي الله عنه. إذن زينب بنت جحش قبدا ويا أنصوت الماني ونبي عليه الصلاة والسلام إددي بعض الشيء صباح دي أروس كذا وحسود دقي حجاب كسود دقي زينب بنت جحش وإسلانتي ضمر كالنبي عليه الصلاة والسلام أوه الرئيس حق جيريدة النبي عليه الصلاة والسلام ضمر كوكتقي حق جيريدة سلانتي أوه الرئيس النبي على شيء وي زينب بنت جحش ني الله تبارك وتعالى با من فوق سبع سماوات كجوري من قبض أيده هنا ومن قبض إلى جونته رضي الله عنها. الله ما ويدسنينا سبحانه وتعالى إنه نغو إرزاق حاصص كالنبي عليه الصلاة والسلام جعلا شهض إن جعلانا. الله ما ويدسنينا نبي جعلا شهيس سحابة ديس جعلا شهض حاصص كالنبي عليه الصلاة والسلام جعلا شهض أهل بيتك إن جعلانا. الله ما ويدسنينا سبحانه وتعالى إنه نغو إرزاق. هذا بالله توفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.